السلام عليكم. الله وبركاته. يو اس بيم عامله حاجه كاليندر، عامله النتيجه تقدر انت تحط فيها المشاريع بتاعتك. فمثلا هقول له هنا يوم 15 عندنا مشروع، فهدي له اسم السبجكت، او عندنا ميتنج مثلا، جمع ميتنج ميتنجنات، الستارت ديت، الاند ديت طبعا هيكون في نفس اليوم. ممكن نقول له بالساعة كذا للساعة كذا، ممكن نقول له هيتكرر مثلا كل اسبوع. هنا الديسكريبشن تمام، تقول له بقى اون كذا مثلا هيفضل موجود كل شهر مثلا تمام، او تقول له عايزه يتكرر مثلا 4 مرات او 6 مرات. النوتيفيكيشن قبلها بنص ساعة عشان الحق اكل. الكالندر لو عايز اربطها بالكالندر، اللوكيشن تدخل اللوكيشن، لو فيه لينك سواء زوم او اي حاجة تحط الرابط هنا. فيه يوم عندهم ميت تمام اهوت، ده برنامج للتواصل. هنقول له الروم نيم وادي له اللينك. عشان يعمل كونفرنس اللينك ده ببعته للناس كلها ونبدأ ان احنا ندخل. لو في زوم او في اي حاجة تانية ممكن ان انت تحطها. لو في حد عايز يدخل معاك في الاجتماع فبتحط الايميل بتاعه تمام. تقدر تزود ايميلات زي ما انت عايز. فهو بيساعدك على تنظيم الاجتماعات وتنظيم لو في اي لقاء او في اي مواعيد معينة عايز تحطها تقدر ان انت تظبطها في الكالندر. الميزة ان انت ممكن تعمل كالندر اكتر من كالندر، كل واحدة خاصة بشغل او مشروع معين.